السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية تقول الله صل على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. في المقطع هذا حشرح لكم تحديات أهداف الموسم الإضافية الأسبوع التاسع. عندنا 7 تحديات نفس كل أسبوع. في التحدي الأول يقول لك اطلق النار على إطارات مركبة أي أو عدد 3. تمام، المركبة الأي أو هي هذه المركبة، حتحصلوها عند الكهف السري، حتحصلوها في الموقع الجديد هذا. كل اللي عليك إنك تيجي، شوف عندكم هنا 1 2 3 كده يسوي معاكم التحدي على طول. طب في التحدي الثاني يقول لك اركض في مواقع تحطم من طاد اي او مختلفة. اول ما تحط على التحدي يبين لك 3 مواقع، هو مطلوب منك 2. انا في الموقع هذا، لاحظوا معايا هذا الموقع، كل اللي عليك انك تيجي عند الحطام وترقص اي رقصة. مو ضروري انك تيجي عند الحطام نفسه، يعني حتى لو بعيد شوية بنحسب معاك. طيب عندنا هذا الموقع الثاني في هذا المكان قريب من السينما الصخرية. كده خلصنا التحدي. طب في التحدي الثالث يقول لك استخدم صاعدا والحق الضرر بالخصوم خلال 30 ثانية. كيف تسوي التحدي هذا؟ لاحظوا معايا هذا الصاعد تطلع فيه او تنزل منه براحتك، يعني مو هو ذاك الشيء، وتشوف لك اي عدو عندك 30 ثانية انك تدمج العدو. شفتوا كيف؟ وتقدر تسويه في جيم ثاني. والله سوت معايا، تقدر تسويه في كذا جيم، يعني مو ضروري في جيم واحد، يعني دمجته مثلا 30 وجيت الجيم الثاني سويت 30 40 لما تكمل ال 100 وتخلص التحدي. طب في التحدي الرابع يقول لك استدعي ضربة جوية في المصادم أو الحصن. أول ما تحط على التحدي يبين لك موقعين، الموقع هذا أو هذا. إيش هي الضربة الجوية اللي هي قصدهم هذه؟ تحصلوها مرمية في الأرض، تحصلوها وسط الصناديق. كل اللي عليك إنك تيجي المنطقة من المناطق اللي هم محددينها وترميها لحظة خلاص. طب في التحدي الخامس يقول لك قم بإصابة لاعب عدو بشوزن المغامر من مسافة تزيد عن 50 مترا عدد 1. هذا هو الشوزن المغامر، كل اللي عليك انك اذا طلقت عليه طلقة واحدة هيتحسب معك، اهم شيء بالبعد زي كذا. شوف كذا ما انحسب لانه احنا اقل من 50، لازم تبعد 50 او اكثر. فهمتوا كيف؟ شوف كذا انحسب معنا، شايفين؟ ضروري يكون 50 او اكثر، اهم شيء ما يقل عن 50. طب في التحدي السادس يقول لك قم بإصلاح مركبة في محطة سنايبس أو في طريق شوكر السريع. أول ما تحط على التحدي يبين لك موقعين، المطلوب منك إنك تصلح في أي منطقة من المناطق هذه أي سيارة 200، يعني إذا اتدمجت عدد 200 تصلحها. تمام، كل اللي عليك إنك تيجي عند أي سيارة تدمجها بس، وبعدين تيجي تصلحها بهذا. شوفوا كده سوا معنا التحدي. طب في التحدي السابع والاخير يقول لك قد حافلة المعركة او حلق بشوبة الى كهف القيادة. الشوبة اللي هي طائرة الهليكوبتر. هذه خريطة تبين لكم جميع مواقع الطائرات والحافلة المعركة. حافلة المعركة اللي هي الحافلة المدرعة، كل اللي عليك انك تاخدها. لاحظوا معايا وتوصلها الى كهف القيادة من اي مكان. طبعا الحين اول ما نوصل عند كهف القيادة زي كذا، شوف سوى التحدي. هذه كانت جميع تحديات اهداف الموسم الاضافية الاسبوع التاسع. كذا وصلنا لنهاية مقطعنا. اتمنى اي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام فود الايتم شوب X2X2، واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وان شاء الله نتقابل في مقطع اخر، وفي امان الله.